مسيرة فاشلة لأحمد حسام مالك التحريض والتجارب الرياضية والكروية والأخلاقية الفاشلة تعالوا نشوف مع بعض أحمد حسام ميدو يعني بعيدا عن صورة توتنهام دي لأن دي كانت أيام عزه الحقيقة يعني الزملاء مختارين لك صورة والله تقريبا دي كانت يا إما بعد جونك في نيوكاسل أو في ميدل مش فاكر لأن أنا كنت متابع جيد ليك أيامها يعني فأنا فاكر اللقطة دي كويس يعني فأنت كنت في التوب ليفل بتاعك أيامها في توتنهام لكن خناقات مع حسني عبد ربه محمد صلاح ابو تريكه عبد الله السعيد محمد النني احمد حسن كوكا احمد حسام ميدو المحرض هرب من نادي الزمالك وهو عنده 16 سنه دمر مستقبل لاعب الاعلاميين لما دخل في اصابه مباشره متعمده قبل امم افريقيا 2004 والراجل ده حياته اتدمرت خناقه مع زلاتان في فيلم وثائقي نشره نادي اياكس قبل كده احمد حسام حدف في المقص على صديقه زلاتان اه بالمناسبه الفقره دي والله مره انا وصديقي ميدو ممكن تمشي يعني لان هو دايما بيقول مره انا وصديقي دروجبا مره انا وصديقي زلاتان وكلهم نجحوا وهو اللي فشل المدرب الراحل محمود الجوهري صفعه على وجهه بعد مباراه المغرب في 2002، خناقه مع حسن شحاته في مباراه السنغال الشهيره اللي قعد يقول له ليه؟ ليه؟ كل مره كل مره في مشكله بيني وبينك، يا حسن شحاته قعدوا دكه في الماتش النهائي والحمد لله كسبنا بطوله افريقيا. أه هجم او هاجم محمد ابو تريكا اكثر من مره بشكل غير مبرر، هاجم محمد النني وصفه باللاعب السيء وهو نجم الارسنال وبعد كده كان بيحاول يعمل معاه لقاءات عشان يحسن الصوره، أه هاجم محمد صلاح قبل كده، محمد صلاح وقال عليه انه لعيب عديم الكاريزما. او لا يمتلك كاريزما هاجم احمد حسن كوكا ووصفه بالمهاجم المتواضع بعد ان اصبح كوكا ثاني اكثر المحترفين تسجيلا للاهداف بعد محمد صلاح لاعب فاشل مسيره فاشله لكن الجانب القبيح في احمد حسام ميدو هو الجانب الجاي اشتبك مع حسني عبد ربه خاض في أرض لاعب الاهلي والزمالك السابق ابراهيم حسن سبل رئيس لجنه المسابقات عامر حسين ليقاضيه الاخير ميدو اعلن ان حسابه مسروق ايامها طبعا ملك السوشيال ميديا سب احد جماهير الوحده السعودي عبر تويتر لتتم اقالته واعلن ايضا اياما ان حسابه مسروق بيشتم ويطلع يجري ما بيعرفش يقف ورا مواقفه حرض على سجن جماهير الاولتراس اكثر من مره حرض على منع الجماهير من حضور المباريات حرض على لاعب الاهلي اسامه حسني مسيره سوداء قبيحه للاعب كره قدم فاشل ليس لديه في مسيرته زي ما قلت لحضراتكم غير لقطتين في موسمين مره مع اكس ومره مع آه التوتنهام آه